تعالوا بقى نروح شويه لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللي اعلن بالامس عن قائمه معسكر سبتمبر لمباراتي اثيوبيا وتونس. بس هنا في حاجه غريبه حبتين لازم نقف عندها شويه الحقيقه. هنا بنتكلم عن ضمه لرباعي النادي الاهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطيه. ليه هنا بقى في علامه تعجب؟ علامه التعجب موجوده لان النادي الاهلي كان طالب بالفعل بإعفاء لاعبته من المعسكر لوجود اللاعبين في النمسا، خصوصا وان منتخب مصر الى حد بعيد نقدر نقول ان هو حسم مساله التاهل لامم افريقيا، يعني بين قوسين كده نقدر نقول ان ماتش اثيوبيا يعتبر تحصيل حاصل. فالموضوع كله يعني تنظيم ما بين الفريق وما بين المنتخب، خصوصا وان لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب يعني هم دايما دايما في الصفوف الاولى الداعمه والملبيه لنداء المنتخبات ايا كانت المنتخبات دي لاي رياضه من الرياضات، لكن دايما النادي الاهلي حاضر وبقوه والقوام الرئيسي والاساسي لاي منتخب في اي رياضه 90% هتلاقوا منه من لعيبه النادي الاهلي. وكمان بنقول الكلام ده خصوصا وان معسكر النمسا كده كده هيخلص يوم 6 سبتمبر ومعسكر المنتخب هيبتدي 4 من نفس الشهر. ففيتوريا وضح سبب الحقيقه اختياره، قال ان ده لحاجه المنتخب، وقال كمان تفصيله ان في يعني ال 11 لاعب في 11 لاعب معرضين للايقاف في اول مباراه امام يعني بامم افريقيا طبعا في حال تحصلهم على كارت اصفر في مباراه اثيوبيا المقبله. عشان كده طبقا لكلامه وطبقا لرؤيته ووجهه نظره هو عايز يتجنب هذا الامر بانه يبتعد عن يعني عناصر اساسيه من ال 11 دول بغيرهم. فده كلامه. وقال كمان ان معظم المعسكرات اللي يعني خضناها كان فيها جزء معقد، وقال ان المعسكر الحالي هو اول عقبه هتواجهنا، يعني ان المسابقات المحليه في مصر لم تبدا على عكس معظم دوريات المنطقه. فعموما تعالوا نشوف مع حضراتكم جزء من مؤتمر فيتوريا ونرجع نكمل الكلام. اول حاجه مساء الخير جميعا، بنشكركم جدا على الحضور. Vamos entrar então em mais um estágio da seleção. النهارده ان شاء الله هنبتدي ندخل معسكر جديد لمنتخب مصر. كمسرا نو دي 4 يترمينارا نو دي 12. يبدا ان شاء الله في يوم 4 سبتمبر وينتهي يوم 12. جوغا 8 كو اثيوبيا اي جوغا 12 كو تونيزيا. متحدد مباراتين، مباراه يوم 8 سبتمبر ضد اثيوبيا ومباراه 12 سبتمبر ضد تونس. Iremos fazer o estágio aqui no Cairo. المعسكر كله هيكون هنا ان شاء الله في مدينه القاهره عشان المباراتين في مدينه القاهره. اي فون سي برا نوش اوبفيامنت دو جوكس امبورتانتس دو جوكس ديفرنتس. المباراتين بالنسبه لنا مباراتين على اهميه عاليه لان يعتبر فريقين على شكل مختلف. اون بريمير جو كون ايكيبا كو نوش غانيو نيست تورنايو. المباراه الاولانيه هتكون ضد فريق اثيوبيا اللي هو فاز علينا قبل كده. اي كناش كيمز كريمز اكابار نو بريمير لوغار اي كريمز كريمز اوبفيامنت غانيار سابينت كو نو فاي سير اون جو او بور اوتر فاي سير اون جو ديفيسيل. نعلم ان هي بتبقى مباراه صعبه لان احنا طبعا بنحاول بنسعى منها للفوز ان احنا ننهي ان شاء الله مرحله التاهل لامم افريقيا كمركز اول. E um segundo jogo com a Tunísia, uma equipa tradicionalmente complicada, difícil. والمباراة الثانية هتكون ضد فريق تونس واكيد عندكم علم ان اكيد مباراة تونس هتكون مباراة صعبة. Que é um teste que nós entendemos que também nesta altura era importante para a nossa equipa. يعتبر اختبار جيد بالنسبة لفريق او بالنسبة لمنتخب مصر ضد فريق جيد. Primeiro tenho que dar os parabéns às equipas técnicas que nós temos estado em permanente contacto com todas as equipas técnicas que estão dentro deste rol de equipas que fornecem jogadores. طبعا اول حاجه انا بشكر جدا وبحيي كل الاجهزه الفنيه اللي هي تعتبر على الانديه اللي فيها عناصر كتيره بتشارك معنا في المنتخب وعلى طول بيزودونا باللاعبين. Na partilha de informação porque é um momento sensível em que há equipas que ainda nem começaram a treinar. Há outras que têm uma semana, outras têm 15 dias, e portanto está tudo completamente disperso e muito diferente um do outro. طبعا احنا بنشكرهم جدا على اساس ان هم بيشاركوا معنا المعلومات وبيزودونا بالاخبار او بالمعلومات اللي احنا بنطلبها، لان في بعض الفرق اللي هي يعتبر ابتدت لسه من 15 يوم فقط ابتدوا التمارين، وفي فريق يمكن لسه فرق لسه ما ابتدتش، وفي فرق ابتدت لسه من اسبوع فقط. E depois a escolha dos jogadores, como eu disse, teve a ver com isto, teve a ver com o facto de quais eram os jogadores que eram de facto importantes nesta altura e que nós poderíamos gerir, quer de uma equipa, quer de outra, tentando não. Estou-me a lembrar que no estágio anterior
nós chamamos 8, 9 jogadores do Arley. O Arley vai ter uma competição também agora importante, como vão ter os outros. E nós tentamos, de certa maneira, reduzir o número de cada uma das equipas para que pudéssemos, para todas as equipas trabalharem bem e que nós pudéssemos, primeiramente, ter as maiores condições para a seleção nacional. طبعا فاحنا على بناء على هذه المعلومات وبناء برضو على الحاجات اللي احنا بنقدر نحصل عليها احنا بنختار عدد اللاعبين على اساس ان احنا زي ما كان قال المدرب ما نعطلش اي فريق بيأدي فتره الاعداد فعشان كده يمكن المعسكر اللي فات لو تشوفوا مقارنه بالمعسكر ده كان اختيار اللاعبين تقريبا 8 او 9 لاعبين من النادي الاهلي لكن بالنسبه للمعسكر ده عشان احنا عارفين الاهلي عنده منافسه موجودة فعشان كده اخترنا بس من الاهلي عدد 4 لاعبين وكذلك برضو من الاندية الاخرى بناء على المعلومات اللي جات لنا وعلى ظروف كل نادي من الاعداد ومن التمارين. Também vos dizer que este estágio é talvez todos os estágios que nós temos tido têm sido sempre muito complicados. Difíceis sempre com problemas que têm existido. للاسف طبعا يمكن كل المعسكرات اللي احنا مرينا بيها هنا للمنتخب كان كل المعسكرات فيها جزء معقد بالنسبه لنا او فيها شيء معقد بالنسبه لنا وكل معسكر كان بيبقى جاي لنا ومتصدر معاه مشكله معينه او حاجه معينه. Este mais que talvez sejamos das poucas equipas do mundo, das poucas seleções do mundo em que os seus campeonatos não estão a começar. يعني يعتبر المعسكر ده بالنسبه لنا اول عقبه بتقابلنا ان يمكن من مقارنه بدوريات المنطقه كلها او دوريات العالم احنا لسه الدوري عندنا ما ابتداش والمباريات الرسميه ما تمتش. Juntamente a isso temos 11 jogadores com cartão amarelo que se virem o cartão amarelo no primeiro jogo não poderão jogar no primeiro jogo do CAN. وكذلك علاوه على كده عندنا 11 لاعب من الفريق المنتخب المصري او من لاعبين المنتخب معاهم كروت صفراء يمكن لو حد فيهم اتعرض لكروت صفراء في المباراه القادمه هيكون في خطوره ان هم ما يلعبوش اول مباراه في امم افريقيا. Y temos posições sobrecarregadas de cartões. Posições específicas na equipa com jogadores sobrecarregados que temos que gerir no primeiro jogo e no segundo. وطبعا عندنا مراكز معينه بالنسبه للمنتخب او بالنسبه لمراكز اللاعبين في المنتخب اللي هي يعتبر بتحمل فيها الكروت شويه. فعشان كده لازم ان المدرب دوره بيحاول ان هو يراعي النقاط دي ان هو يقدر يراعي عدد العناصر المتاحه بالنسبه لنا والكروت اللي هي متاخده في المركز ده.